يقول: ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب؟ للرجل لا يجوز، أما المرأة فلا بأس، الرجل لا يلبس الذهب ولا ما فيه ذهب من الساعة أو النظارات أو غير ذلك، لا يجوز يلبس الذهب خاتما أو غير ذلك أو ما فيه ذهب وهو المموه بالذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: حرام على ذكور أمتي حل لإناثها.